بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا وإياكم من النار ومن عذابها، واجعلنا وإياكم من أهل الجنة إلى جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ووالدينا والمسلمين جميعا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أخوتي، مرحبا بكم من جديد، ونقول لكم مرحبا وسهلا وأهلا بكم في برنامجكم الإيماني نور الإسلام، ومع حلقة جديدة وشعبة جديدة من شعب الإيمان. وعنوان هذه الشعبة القرابين، وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة. القرابين هي ما يتقرب بهم من الأنعام المولانا اللي نذبحوا، الجمال والبقر والشياه والخرفان والنعاج اللي نذبحوا من الأنعام ونبتغوا به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان اللي بغى يذبح أي بهيمة يسمي مولانا ويكبر، بسم الله 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 أكبر، اللهم هذا منك ولك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يدعي هذا الإدعية الإنسان، ها هو يوكل اللحم وهذا يكتبها مولانا قربا له بحيث قدمها. اللون من أنواع القربان والقرابين المولانا الهدي، والهدي كيكون بالنسبة للناس اللي مشاو الحج، لأن تعرفوا بأن أنواع الحج ثلاثة: أنواع النسك، القران والإفراد والتمتع. الإنسان اللي دخل الحج بتمتع، ولا دخل قارن بين الحج والعمرة، متمتع يعني يدخل بتمتع إلى يوم التروية ويحرم من اللي إحرامه للحج. هذا الجوج ديال الأنواع ديال الأنساك مولاهم لا بد، لأن فيهم التيسير، لا بد المولاهم من يقدم قربان للمولانا سبحانه وتعالى، واحد الهدي شاء يذبحها على هذا العمل. ولذلك الأضحية يعرف الإنسان السبب ديالها، مولي الأضحية ما يضحى به يوم عيد النحر، نهار العيد طبعا. الهدي واحد الإنسان ترك ملي واجب من الواجبات ديال الحج، حج صحيح ويلزمه فقط دم، يذبح دم ومولانا سبحانه وتعالى يكتب له دار مخالفة من المخالفات، يكون حج صحيح وجبره بهذاك الهدي. والأضحية، الأضحية هي الذبيحة اللي نذبحه يوم عيد الأضحى، يوم النحر اللي قال عليه الله سبحانه وتعالى محكم التنزيل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صلي المولانا وانحر، أذبح له، أذبح له باش تقرب منه. وتعرفوا أن الأضحية هي سنة مؤكدة عندنا احنا في مذهب الإمام مالك رحمه الله، سنة مؤكدة يديرها الإنسان بنية التقرب باش يتقرب من مولانا سبحانه وتعالى. والأصل ديالها أن إبراهيم عليه السلام تعرفوا هو خليل الله، قلبه كان عامرا لا بحب مولانا، عنده 87 عام وما رزق الله الولد
وما قنط من رحمة مولانا، وكان يطلب مولانا. وملي كمل 87 عام جاءوا الملائكة وبشروه بأن مولانا غيرزقوا ولد، ورزقوا مولانا ولد، ومتاحنوا مولانا في النهار المرة الأولى. قال له اديه هو أمه عند واد غير ذي زرع، المكان اللي فيه الآن الصفاء واللي فيه بير زمزل فين تحفر أول مرة، واللي نبعث منه العين بفضل مولانا سبحانه وتعالى. قال له سير خليه باش يشوف قلبه واش فيه حب الأولاد ولا حب مولانا. خاص قلبك يكون فيه حب مولانا هو الأول، حبان لا يجتمعان في قلب مؤمن، حب الله وحب الدنيا. يا يكون قلبك عامر بحب مولانا، يا بحب الدنيا الولد والزوجة والمال والمناصب. وما يمكن جوج ديال المرات تحب مولانا وفي نفس اللحظة تحب الدنيا. يا تحب مولانا إلا أعطاك الدنيا، حب مولانا ولا يعطيك الدنيا، ولكن تحب الدنيا صعيب، صعيب الوضع. ولذلك من اللي خلى ولده أمه هاجر إسماعيل عليه السلام، قالت له هاجر الله أمرك بهذا؟ واش مولانا اللي قال لك خلينا هون في هذا المكان ما فيه شجرة ما فيه ظل؟ وشنو كان الطعام ديالهم؟ اشنو كان اللارمة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين تكلمنا على ماء زمزم، قالنا ماء زمزم لما شرب له، وفي رواية ثانية ماء زمزم طعام طعم ودواء سقم، طعام طعم وكان يكفيه. والعلماء المتخصصين في الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة قالوا لنا بأن الماء ديال زمزم يكفي للرضيع ويكفي لأمه مدة من الزمن، في جميع المقومات ديال الحياة بحال الحليب وأكثر من الحليب ديك اللحظة، لأن مولانا اللي خلق الماء يخلصوا يخلصوا يخلقوا بالخاصية اللي بغى سبحانه وتعالى. ولذلك من اللي قالت له مرته الله أمرك بهذا، ما قد يتكلم، أشار لها لا براسه، عمل لها هك حرك راسه، يعني مولانا اللي قال لي. هو قالت له مؤمنة امرأة مؤمنة يقينا، قالت له اللي قال لك هكا والله، قالت له ما لن يتخلى علينا، وما تخلى عليها طبعا. وبقى وجاء واحد القبيلة وجمعوه وكذا وكذا إلين وصل ملي بلغ الأشد دياله. الله سبحانه وتعالى قال ولما اسمع من اللي فات 17 عام قالوا العلماء بلغ، فلما أسلما وتله للجبين، يعني قبل منها قالوا الله سبحانه وتعالى يعني قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له راني شفت في المنام، والله سبحانه وتعالى بدأ قال ولما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني ولا أفقراش ولا شاب قوي عنده 17 عام، زيدوا على 88 شحال ولات 195 ياك اللي في عمر الأب ديالو شيباني مسكين عليه السلام أبو الأنبياء، يا الله محتاج له. ولكن من اللي شاف مولانا من اللي شافه تعلق قلبه بيه بغي يمتحنه. ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له وليدي راني شفت في المنام بأني نذبحك، شفت في المنام، ما قال له راني بغيت نذبحك من خاطري. اش قال له ولده؟ قال له يا أبتي افعل ما تؤمر، طاعة طاعة للوالد بشكل غريب. لي نذبحك أنا؟ قالت لي واحد السيدة ولدي نقيمه في الصبح نقول له هاك باش تشتري خبزة تفطر وتمشي للمدرسة، يقول لها ماني جايبها، والله تجيبها ولا ماني جايبها. قالت ليش نعدل؟ قلت لها لا خليه يمشي بالجوع النهار والنهار الثاني لي، ودار داك الشيء فعلا، ولا يقول لها يمي اعطيني باش نشتري الخبز باش يوكل ما يبغي. هذا قال له لي نذبحك؟ قال له يا أبتي افعل ما تمر. والعجيب أنه قال له يبا يغطي لي عينية واربط يدية ورجلية، علاه؟ قال له في شدة الموت، قال له الحر ديال الموت، قال له نقد نضربك، حر الموت يقد إنسان يشير بيديه ورجليه ونضربك وانت بايا، وأنا ضربتك ما نشعر لأنني في سكرات الموت وبغيتك تكتفني باش ما نضربك يا بايا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على الله، على الطاعة ديال مولانا وطاعة الوالدين. واللي طاع والديه ما يلقى لا السوارت إن شاء الله، يكونوا عنده ديال القفول. طلبوا مولانا نكونوا من اللي طايعين والدينا ويؤدي عنا حقهم.
طبعا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وجات البشارة وفديناه بذبح عظيم. هذا الذبح العظيم الكبش اللي فداه بن مولانا كان سبب النجاة إسماعيل، وإسماعيل اللي خرج منه محمد صلى الله عليه وسلم من صلبه. لو أنه ذبح، لأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان يكنى بابن الذبيحين، الذبيح الأول أباه اللي هو عبد الله ابن عبد المطلب، والذبيح الثاني هو إسماعيل عليه السلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولذلك نذبح الأضحية ونتفكر هذه القصة اللي وقعت بأننا متابعين ملة إبراهيم، ملة أبيكم وإبراهيم. الأضحية إذا بغينا نتقرب بها لمولانا يلا بها تكون، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرنا بأن نضحي بأثمن ما نجد، أغلى شيء نلقاه نضحوا به لأنها قربة لله. ولذلك هي واجب تكون سالمة من العيوب اللي ذكرها أن العلماء أربعة، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تجزي في الأضاحي، شكون هي؟ العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي، وفي رواية الهزيلة يعني الضعيفة التي لا شحم في لحمها أو لا مخ في عظمها. هذا أربعة لا بد إذا كانوا في البهيمة ما تجزي في الأضحية هي قرب المولانا سبحانه وتعالى. وكذلك لا بد يكون السن ديالها مشروع، تكون جدعة ولا مسنة على حساب أنواع الأنعام اللي بغينا نضحوا بها. ولا تجوز الشركة فيها إلا في البقر أو في الإبل، إلا بغينا نشاركوا في جمل ولا نشاركوا في بقرة ما فيها مشكل، أقل من سبع رواقيج يشاركوا في جمل ولا يشاركوا في بقرة ولا في بقري. ولكن في الشاء الخروف ولا الشاء كل واحد يشري دياله. لا تجوز الشركة فيها، ما يقول له هذا نعطي 10,000 وانت 10,000 ونشتروا جدي لا ولا نشتروا خروف، هذه ما تجزي. ولذلك هذه قربة المولانا. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا بها؟ قال صلى الله عليه وسلم بكل شعرة حسنة. تعجبوا، قال له واحد الصحابي فالصوف، وشاد الصوف كامل اللي فيها. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل شعرة من الصوف حسنة، بكل شعرة من الصوف حسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. تصوروا معايا إلى ذبحت أضحية ديالك شحال عندك ديال الأجر. وكذلك العقيقة، والعقيقة هي الشاة، تذبح عن المولود يوم سابعه، لقوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه. والحلق مشروع للذكور ومكروه للإناث، حتى يكون هناك اختلاف بين الذكر والأنثى ولا يكون تشبه بينهما. والعقيقة هي كذلك قربة إلى الله عز وجل. الإنسان يطلب، قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. مولانا سبحانه وتعالى إلى قدمت له هذا الشيء بنية العبادة وبنية القرب منه لا يعطيك من الحسنات ما لا يعد ولا يحصى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم جميع القرابين، سواء الهدي سواء الأضحية سواء العقيقة. ونطلب مولانا عز وجل يقبل منه ومنكم خالص العمل. وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله، مع شعبة جديدة من شعب الإيمان. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.